من فترة نزلنا فيديو عن رأينا في أول 3 حلقات من الموسم الأخير من لعبة تيلتيل The Walking Dead، اللعبة اللي الاستوديو تيلتيل بيودعنا فيها بشكل نهائي، وقلنا إن مصير اللعبة دي ويمكن مصير السلسلة كلها هيكون قايم على الحلقة الأخيرة، لأن بعض الأحداث الموسم الأخير كانت مجرد حشو، ده غير إن أحداث كتيرة خلت عندنا أسئلة كتيرة قوي، هو إزاي القصة كلها هتنتهي في الحلقة الرابعة بس، ولسه في كتير ممكن يحصل في الأحداث. الحلقة الأخيرة من الموسم الأخير كانت متناقضة بشكل كبير جدا، في بدايتها كانت أحداث متوقعة جدا، لكن لما تتعمق شوية هتبدأ تشوف ملامح القصة بجد، وهتبدأ تحس إن لسه بدري جدا في القصة، ومستحيل دي تكون آخر حلقة، ومستحيل ده كمان يكون الموسم الأخير، لكن كل الانطباعات دي هتتدمر تماما في نهاية اللعبة بسبب النهاية السيئة جدا، لكن واضح قوي إنها نهاية معمولة كده لمجرد إنهاء الأحداث بشكل كامل، عشان كده كده اللعبة مش هتكمل، وما ينفعش يسيب الأحداث مفتوحة، لكن واضح جدا من الأحداث اللي حصلت إنها مش النهاية، وإن في الأصل اللعبة كان المفروض هتكمل. الموسم ده قايم بشكل كامل على كليمنتاين اللي كبرت وتعلمت من ليه حاجات كتير تساعدها في النجاة، وبدورها والاستكمال دورة الحياة بتعمل نفس الموضوع مع طفل اسمه إي جي، وزي ما كنت بتعلم كليمنتاين إزاي تنجو في الموسم الأول هتعلم إي جي إزاي ينجو في الموسم الأخير، وتعليم طفلة عاش عمره كله في العالم ده كان مختلف خالص عن تعليم طفلة عاشت طفولتها عادي جدا في عيلة في عالم مسالم، وده متجسد بشكل كويس جدا في اللعبة. إي جي بتعلم أسرع من كليمنتاين لما كانت في سنه، متفاهم اللي بيحصل حواليه وقدر يتأقلم بشكل أسرع بكتير جدا من كليمنتاين وهي صغيره، فالشخصيات الرئيسيه معموله حلو جدا وبشكل ممتاز، لكن ما اقدرش اقول كده على الشخصيات الفرعيه، فالشخصيات اللي في الموسم ده شخصيات هشه جدا وضعيفه ومش واضح ملامحها بشكل كويس، مين طيب مين شرير مين بيفكر ومين متعجرف وهكذا، وده عكس المواسم اللي قبل كده، لان قبل كده كان بيجيلك اختيارات تنقص حد على حساب حد تاني وكان بيساعد في القرار ده فهمك للشخصيات بشكل كويس، لكن الاختيار ده مش موجود بشكل مباشر في الموسم الرابع، في ناس هتموت لكن مش بقرار مباشر منك، حتى الشخصيات اللي كانت موجوده في المواسم اللي قبل كده وطلعت تاني موجوده في الموسم الاخير ما كانتش موجوده بنفس القوه اللي كانت بيها قبل كده، لكن كل الشخصيات الاساسيه في القصه معمولين بشكل ممتاز الصراحه، وبالمناسبه هم دول الشخصيات اللي بتاثروا بقراراتك بس، وباقي الشخصيات ما هي الا مجرد ملي فراغ وحشو زي الحلقه الثالثه بالظبط اللي ممكن نختصرها لربع وقتها، فالموسم ده هو الاضعف في سلسله عظيمه زي ذا ووكينج ديد. تاثير اختياراتك اضعف بكتير جدا على العالم والشخصيات اللي فيه، لكن تاثيره كبير جدا جدا على اي جي والثلاث شخصيات الاساسيه اللي حواليك. الشخصيات عباره عن اطفال في مدرسه مشاغبين كانوا مستخبين جوه المدرسه لمده سنين، وبطريقه ما غير معروفه قدروا ينجوا لسنين في عالم ذا ووكينج ديد، واللي بيخلي بعض الشخصيات غير مقبوله عشان سنهم الصغير، وعدم شرح اللعبه ليهم بيخليهم شخصيات مكروهه بالنسبه للاعب، ومش هيبقى عنده اي اهتمام بيهم. الاحداث بدات مشوقه جدا، وبعدين بدات تبقى اقل تشويقه، وتحس ان الاحداث بتجري وفي حاجات بتنط ومش بتاخد وقتها كفايه من وقت اللعبه. على الصعيد الاخر في حاجات ملهاش لازمه خالص واخد وقت طويل جدا، بالاخص في الحلقه الثانيه وثلاث ارباع الحلقه الثالثه، واضح قوي من تسلسل الاحداث اللي حصل فيها دروب كبير جدا في منطقيتها ان الاحداث دي متغير ترتيبها وفي حاجات كتير ملغيه وحاجات متضافه لمجرد انهاء القصه والسلسله بشكل كامل، بس الخطه الاصليه ان اللعبه كان المفروض هتكمل عادي جدا على الاقل موسمين كمان، ولو ان تلتيل استوديو قفل وما كملش كانت اللعبه هتكمل عادي جدا والموسم ده كان هيبقى اقوى بكتير جدا من الوضع الحالي. الموسم الاخير ما اقدرش ارشحه لحد، والصراحه ما اقدرش ارشح السلسلة كلها لحد كمان بسبب ان بدايتها قوية جدا جدا ونهايتها محبطة جدا. لو انت لعبت المواسم اللي فاتت من ذا ووكينج ديد فالموسم ده ليك ولازم تلعبه عشان تكمل القصة، انما لو ما لعبتش اللعبة من الاصل فاكتفي بموسم الاول بس واعتبره هو النهاية. كده نكون وصلنا لنهاية المراجعة بتاعتنا، بس قبل ما نقفل هنرد على سؤال أليستيك على فيديو اللعبة في السحاب اللي كان بيقول لنا بالنسبة لسرعة النت عندنا في الخليج اللي هو في قطر أقل سرعة 50 ميجا والسرعة توصل ل 800 ميجا، فهل تتوقع إنه هيكون لينا حظ أوفر من ستيديا؟ المشكلة الأكبر في الكلاود جيمنج هي التأخير، وده هيعتمد على المسافة بينك وبين أقرب سيرفر كلاود جيمنج أنت مشترك فيه واللي هو حاليا في أوروبا، فمع المسافة الكبيرة دي والراوتنج اللي مش كويس مش هتكون تجربة كويسة خالص حتى لو الإنترنت سريع جدا، لكن الأمل في المستقبل إن يكون في سيرفرات للكلاود جيمنج في الشرق الأوسط نقدر نتصل بيها بشكل مباشر عشان التجربه تكون كويسه. احنا كده كنا وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك، لو انت جديد في القناه اول مره تشوفنا يا ريت تعمل سبسكرايب، ولحد الفيديو اللي جاي سلام.